جددت نساء اليمن استنكارهن لاستمرار العدوان السعودي على اليمن، مؤكدات أن العدوان لن يمر مهما تغافل وتجاهل المجتمع الدولي ما يحدث لأبناء الشعب اليمني من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية. جرائم ومجازر العدوان السعودي التي كان آخرها مجزرة المخا أشعلت فتيل الاحتجاج وجعلت نساء اليمن يخرجن للتأكيد أن العدوان مهما استمر فلن يحقق شيئاً. إني أقول لآل سعود إنهم ليس هم الرجال فقط من سيدافعون على اليمن، سيكون نساء ورجالا في الميادين في الجبال شامخون. مهما قتلتونا يا آل سعود سنستمر في بلادنا، نحن أهل البلاد، سنروي بلادنا بدمائنا، سنقدم الشهداء والقوافل، قوافل الشهداء أو قوافل غذائية، سنستمر في ثورتنا. تجريم العمالة والارتهان للخارج أهم ما جاء في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نساء اليمن أمام وزارة الخارجية، مؤكدات استمرارهن في الاحتجاج حتى إيقاف العدوان الغاشم. تجريم العمالة والمطالبة بمحاسبة من يبرر ويساند ويروج لهذا العدوان البربري الذي ينتهك سيادة اليمن ويسفك دماء أبنائه ويضرب مقدرات شعبه بصورة عدوانية همجية غير مسبوقة. ونؤكد إن شعبنا اليمني العظيم سيحاسب كل أولئك الذين يقفون وراء استدعاء هذا العدوان والتبرير له بأي شكل من الأشكال عاجلا أو آجلا. نساء اليمن في وقفتهن الاحتجاجية طالبن المنظمات والهيئات الإنسانية بتحمل مسؤولياتها والعمل على إيقاف العدوان وتقديم الدعم الكامل لأبناء اليمن ورفع الظلم والطغيان عن كاهلهم. أقول للنازحين الذي في الرياض نتمنى منكم أن تعطونا سبب واحد للعدوان مقنع، لم نقتنع حتى الآن بقتل الأطفال والنساء أنه تبعدون الإرهاب، نحن نتمنى منكم أن تعطونا سبب واحد. آل سعود قتلوا أطفال ونساء وشيوخ وخربوا دمروا البناء التحتية، أرعبونا بالمنازلنا ومع ذلك سنبقى صامدون. استمرار العدوان ودخوله الشهر الخامس واستهداف اليمنيين بأبشع أنواع القتل في ظل حصار خانق زادت اليمنيين صمودا وعمقت الولاء الوطني في نفوسهم. في وقفتهن الاحتجاجية هذه يقولن النساء أن العدوان مهما استمر في عدوانه فلن يحقق شيئا من أهدافه، فهن سيكون في مقدمة الصفوف التي ستصده. محمد العنتري، اليمن اليوم، صنعاء.